الاغرب والاكثر دهشه هي الجبلايه الحقيقه اللي احنا بنرمز لها يعني اتحاد الكوره ولجنه الخماسيه حاليا اللي بتدير يعني. الاغرب انها يعني لا تحرك ساكنا في هذا الاتجاه. يبدو ان هناك من سكانها ايضا من يزكي فكره الشله او مش من اولوياتها ومش من اولوياتها وده يبقى اخطر بالمناسبه. الله ينور عليك بقى وده اخطر. والدليل انها بتغتصب النهارده حق سلطات تعبنا عشان تبقى موجوده زي المجلس الاعلى للاعلام والصحافه وكذا، وتخرج يعني مندده بما قاله الاعلامي عدل القيعي وتحيل للتحقيق امامها وكانه احد الذين وثقوا عقد بينه وبينهم سواء لاعبا او مدربا او مديرا او مسوقا. ده انا محتاج نقف مع الجزئيه دي شويه لانه الحقيقه ده امر غير مفهوم. دي مشكله كبيره. انت هكذا تؤكد ان انت راجل يعني بالبلدي بين قوسين فتوه بقى ولا ايه؟ ما انا مش فاهم يا اخي. في الأسوأ يعني والاعم ان حضرتك كنت تشكوه للجهات المختصه بهذا. تمام. واللي كلنا فرحنا نتكلم مع المجلس الاعلى للاعلام هو الجهه اللي منوط بيها انها تتعامل طبعاً مع اذا كان في مخالفه بكل تاكيد او اذا يعني ما كان سمت مخالفه. انا بقى مش هقول وانتم ما بتقولوش لغيره ليه، لان لا هو ولا غيره من حقكم ما عدا المشاركين اما توثيقا بعقود او زي مجالس الادارات من رئيسها لكل المجلس، لانه خلاص ده ماضي تعهد انه وكيل الملاك. ومع ذلك لا يحدث ايضا، يعني حتى اللي حضرتك بتقوله ده ورغم انها جهه اختصاص لكن في اوقات كثيره جدا وعلى الملأ وعلى شاشات وامام الملايين لا بيحدث تجاوزات كثيره جدا. كنت عايز اقول لك بيعملوا من بنها يعني الجمله الشهيره، لكن هم بيعملوا من الساحل الحقيقه لان هم برضو مش هيروحوا بنها. مش معقول يعني الناس برضو بعيده احسن ناس بنها والله الناس بتوع خمس نجوم. لا طبعا انا معش كده بقول لك هم مش ملتحمين مع الفكره الشعبيه لا الصناعه اللي هي صناعه بهجه وصناعه امن قومي. صناعه امن قومي ومن ثم العثمه دي كلها محتاجه لا حكيم ولا حزنون، محتاجه ضوابط، محتاجه ضوابط، محتاجه نطبق ما تستحقه مصر. وانا قلتها لحضرتك من ترجمه لكل اللوائح العالميه الى اللغه العربيه. ايوه المساله مش هنخترع العجله يعني ما خالص خالص. هي كل الحكايه انك هتتعلم ازاي تركب العجله زيك زي اي حد ركبها. اسمح لي معلش، الغريبه يا استاذ عصام انك انت عندك كل مقومات النجاح جدا، يعني لعبه شعبيه وجماهيريه من الدرجه الاولى، جمهور كرة يتخطى 90-95 مليون، أندية ليها شعبيتها مش بس على مستوى الدولة، على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليم، ومش هبالغ لو قلت إنه الأهلي كمان ليه شعبية كبيرة جدا على مستوى العالم، رصيد من البطولات والإنجازات سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو على مستوى الأندية كبير جدا، وبالتالي ينقصك الفكر الإدارة.